أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. وسمعنا في الحديث الأول أن قلب القرآن ياسين، وأن من قرأها صباحا كتب له فضل من قرأ القرآن 10 مرات، وإذا قرأها في المساء كتب له ثواب من قرأ القرآن 10 مرات. وكان الإمام الحداد رضي الله عنه يرتب قراءة ياسين مع كل فرض ما بين الأذان والإقامة، بعد ركوع السنة يقرأ الشخص قدو معين، يقرأ ياسين قهرا ويقرأه الناس معه حتى يفرغوا منها مع إقامة الصلاة. فأنت إن استطعت أن تقرأها بعد كل فرض أو مع كل فرض فهذا هو الأحسن، وإلا اقرأها حتى على مع بعض الفروض أو أحيانا أو على الأقل صباحا ومساء، سواء قرأتها غيبا أو نظرا كل ذلك سواء. وقد جربت قراءة ياسين لقضاء الحاجات وكشف المهمات وكشف الكروبات، وقد روى البيهقي ياسين لما قرأت له، فهذا كان عمل السلف لقضاء الحاجة يقرؤونها 41 مرة. لكن المشكلة الحضور والخشوع وقوة العزيمة، الشيطان ما بيخلي لك حال، يا بيجيب لك يا أفكار يا نعاس يا نوم، ولكن بتبغى جهاد، إذا عندك عزيمة تغلبت على هذا الأشياء حينئذ ترى النتيجة، ولكن فضل الله واسع. سيروا إلى الله عرقنا قالوا مكاسين، ولا تنتظروا الصحة، إن انتظار الصحة بطالة. تمام. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر. وتنفع ياسين خصوصا للأموات، ينبغي لمن زار قبرا إذا قدر يقرأ ياسين ويضيف إليها الإخلاص. قال بل وكل القرآن بركة. قالوا إن واحد زار قاعد قبر واحد عدوه يكرهه يأذيه، فصار قرأ قوله تعالى: خذوه وغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هو أجاب هذا كتشفي، رأى في النوم قال: جزاك الله خير، لما قرأت الآيات عندي رفعني العذاب. قال: يا وين؟ قال: أنا داري ما قرأتها وأتهم يعذبونك. فكيف نفع القرآن في هذه الحالة، فكيف إذا كان في غير هذه الحالة؟ وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة.